تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير ومحافظ قنا أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 36 كيلومتر. خلال الجولة تبع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الحالي باستخدام تقنيات إعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس لمسافة 16 كيلومتر واستخدام تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية لمسافة 12 كيلومتر. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة.